كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. شي واحد تما يعاودنا شنو كيفاش طاح؟ قول على اجا اخي كنت في الدار ديك اللحظه هذه كنت في الدار. احنا سكان العمارة 10 في مجمع الضحى الوفاء طريق مرجان اللي تصدمنا الصباح وتفاجأنا بواحد الواقعة مؤلمة مأساوية اللي تفزعوا فيها الأسر الأبناء يعني كل يعني في واحد الحالة هلع وبكاء. لماذا؟ لأن حسينا بأنه زلزال. احنا ما اعتقدناش انه فقط يعني هاد البناء سببنا في هاد المأساة هادي، لان هاد البناء هذا يعني كما شوفوا في الصور ديك الساعات يعني كانت واحد المسافة ملي كان كيبني لتحت، ولكن ملي قرب العمارة ديالنا وقع واحد التزاحم. يعني ما صراحة دائما كنا كنطرحوا عليه اسئلة، ولكن كنا كنقولوا يعني ما يمكنش واحد البناء واحد المنشأة عقارية اللي وافقت عليها يعني الهيئات ديال التعمير وديال الوكالة الحضارية باش انها تكون يعني خارقة القانون. كنا كنقولوا ربما هذا الشيء راه هو، ولكن ملي لاحظنا ملي وقع هذا الحادث هذه يعني عرفنا بان ديك الشيء راه كان ممكن تمشي فيه ارواح. يعني وتخيل معي ان الناس عندهم هنا السيارات ديالهم ضروا الحيوط يعني كما كتشوفوا تهرسوا الناس يعني واحد الاسر يعني مشات لهم ممتلكات يعني هائله ديالهم الديور ديالهم كاملين مشاو يعني بالطرف كما كنقولوا. فلذلك حنا كنتسائلوا اولا على الشروط القانونيه ديال هذا البناء هذا واللي تسبب لنا في هذا الحادث المؤلم والمفزع، وكنتسائلوا كذلك او كنطلبوا من السلطات المحليه والسلطات الولائيه والجهات يعني المسؤوله انها دير واحد الحل آني عاجل للسكان، لأنهم ما يقدروش يدخلوا اليوم يسكنوا في هاد الشقق هذه لأن يحسوا بالتهديد. يعني أنا شخصيا ما نقدرش اليوم ندخل أنني نبات في هذاك الغرفة اللي هي طاحت عليها هاد يعني كيف يعقل. حنا بغينا بعد هاد الحل هذا ثم بعد ذلك بغينا إجراءات القانونية والتقنية، وأكد عليها أنها تجي واحد اللجان يعني تقنية من الوكالة الحضرية من قسم التعمير في البلدية مهندسين خبراء يديروا واحد الخبرة على هذا البناء هذا ويشوفوه واش باقي صالح لأنه كله تزعزع. طيب الغدا ديالها شافت الرافعة دخلت عليها يعني هاد الشيء هذا ضرر نفسي غير ممكن. مرضات المرأة مرضات هنا طاحت نفسيا دابا كنقولوا لا عي اجي جلس للرافينا ما قدتش تنوض. هنايا كيف ما كتشوفوا هاد الشقة بانت هاد الصباح من بعد الاصطدام ديال الرافعه مع البيت مع العماره. الله سبحانه وتعالى لان ما كاينش الارواح، وكنطلبوا على الله بلي ان هادشي هذا ما يتكرر شي مره اخرى، لان السكان صراحه يعني تضروا، ولكن غادي يعني المسطره غادي تاخذ المسائل ديالها القانون ديالها، وبالحضور ديال الناس ديال الولايه وبالحضور ديال الرجال ديال الامن المسؤولين ديال الامن والسيد القائد والسيد الباشا، المهم نطلبوا على الله ان شاء الله هادشي هذا. وحنا مع الثلاثه العشيه عندنا موعد مع السيد الوالي ان شاء الله باش يشوف معنا حتى هو الحل ديال هادشي هذا، ونقول نشوفوا حنا ولا داعي الامر يعني ولا جا يعني ليكسبير وداعي الامر باش يشوف هادشي هذا باش يتخوى العماره تخوى العماره كامله واش يشوفوا الحل ديال هادشي هذا، وإلا كان شي ضرر وإلا ما كانش شي ضرر يعني داكشي اللي تقص غير من فوق يعني غادي تصلح، والناس الحمد لله باش يعرفوا الحاجه ويطمئنوا راه كل واحد راه غادي ياخذ الحق ديالو، واللي تقص له البارطم ديالو راه غادي تصلح باش نكونوا يعني واضحين، وخصنا حتى نكونوا عندنا يعني واحد الثقه بالانسان. يعني حيت سمعنا العدد ديال الناس كيقول لك يعني ما حضروش السلطات ما حضروش الامن ما حضرتش الولايه ما. الحمد لله راه كل شيء حاضر، وانتم الصحافه يعني لا يخفى عليكم راه كتعرفوا المسؤولين كاملين الحمد لله راه انتم كتعرفوهم،